أصواتكم توصل كل يوم إما في المباشر على 71-16-70-70 في حضرة المواطن أو على الريبوندر على 71-16-70-80. مباشرة نفتتح حواري مع القيادي في حزب البعث صهيب مزريكي. الانترفيو مع زينة. صهيب مزريقي أهلا وسهلا بك، واحد من المشاركين في الحوار الوطني في أولى جلسات نهار السبت بدار ضيافة بقرطاج. مرحبا. مرحبا بك زينة، ومرحبا بكل السادة المستمعين وكل السادة المشاهدين. كيفاش لقيت الجلسة الأولى من الحوار الوطني؟ كيفاش توصفها؟ يعني من ناحية التقييم هي جلسة كانت جلسة أولية، يعني فيها ما ينجم يتحكيه. يعني جلسة أولا كانت شترها لول جلسة تقييمية للعشرية اللي عشناها. الجلسة الثانية يعني كانت جلسة جملة من التصورات وجملة من الرؤى من أجل أنه نخرج بتونس من أزمتها الراهنة ومن أزمتها الاقتصادية ومن أزمتها الاجتماعية، بحكم إحنا تلامينا يعني في لجنة شؤون الاقتصادية والاجتماعية. يعني كل أدلى بدلوه، سواء من الأحزاب السياسية أو من المنظمات الوطنية أو من الشخصيات الوطنية اللي كانت موجودة، وفما إجماع على أنه تونس اليوم يلزمنا نبنيها بسواعد أبنائها الشرفاء والوطنيين من أجل إخراجها من ما تعيشه تونس اليوم من مديونية ومن إرهاب ومن فقر ومن خصاصة. آخر ستاتستيك يعني صرح بها مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية أنه تونس فيها 4 ملايين فقر، 4 ملايين الناس يعني تعاني في آفة الفقر. فمن ضمن هذا الكل يعني ارتئينا انه وجوب انه تكون فما تصورات حقيقيه وفعليه وعلميه بالذات بامتياز من اجل انه نخرج بتونس من المأزق هذا اللي تعيش فيها اليوم. تناقشتوا بكل حريه، كل واحد تحدث بطبيعة الحال، هو كل الناس تكلمت بشكل كافي وظافي وشافي، وكل الناس يعني تكلمت بمطلق الحرية، ولا توجد لا ضغوطات لا من قبل رئيس الجمهورية، وحتى أصلا لم يكن هنالك ممثل لرئيس الجمهورية حاضر معنا يعني باش يكتب له ولا حاجة، لم يكن ذلك. وأيضا نحب نأكد كما أكدت المرة فاتت زاد في شمس أفام أنه لا توجد لا مسودة دستور ولا توجد لا مسودة ورقة تاع لجنة اجتماعية واقتصادية لا. يعني حتى سيد العميد صادق بالعيد قال أنه في خضم 72 ساعة الشخصيات اللي موجودة والأحزاب والمنظمات يجب أن تقدم جملة من المقترحات والتصورات في خضم 72 ساعة على البريد الإلكتروني للسيد عميد المحامي، السيد عميد المحامين اللي هو رئيس اللجنة الاستشارية، أو الاتصال به مباشرة. تبعثوا له تصوراتكم، واللي كانت الحقيقة مش فاهمين كيف خرجت التصريح، عطيونا تصوراتكم ل40 سنة القديم تونس كيفاش تشوفوها، وأيضا تصوراتكم على المستوى الاقتصادي. هو 40 سنة يعني تقالت على إكزاجيراسيون، يعني ما تقالتش في إطار أنه 40 سنة بالتحديد وكذا، لا لا لم يحدد الزمن ولم يحدد كذا. استقرارية يعني ربما استقرارية، يعني حتى عميد المحامين يعني أول ما افتتح كلمته قال أن لكل جيل دستوره، يعني ما قال مانيش باش نكون أنا وصي على الأجيال الجاية ومانيش باش نكون أنا وصي على الأجيال متاع الناس عمرها 20 عمرها 15 عمرها 30 سنة، مانيش أنا باش نحدد مصيرها. أما اليوم أنا نحب على الأقل نرسم ملامح متاع إخراج تونس من أزمتها اليوم، وبناء هيكل لدستور يعني يكون مرن ويكون سلس بحيث أنه يخضع للجدل التاريخي من ناحية التطور والتطوير. بالتالي التمشي اللي برشا ناس رفضت انها تشارك فيه وتعتبر وانه نتائجه مسبقه، هل كان او البوادر هذه تخليك تقول ربما نتائج تعرفوها دافونس او شارك له في حوار جاهز ملامحه الكبرى على الاقل؟ يعني لا توجد حوار ملامحه جاهزه، او انا كنت اكدت لك يعني انه ما فماش مسوده، يعني المسوده ستكتب، واصلا اللجنه هذه ليست مهامها انها تكتب دستور وليست مهامها انها تكتب الهيكل العام. المهام تاع اللجنه هذه انها تجمع المقترحات، ومهامها ايضا انها تخرج زبده المقترحات التي ستتقدم والتي من شأنها ان تكون خادمه للراهن وتكون وليده اللحظه من اجل تجاوز هذه الصعوبات، واما تبويبها يعني في فصل الدستوري او في شكل قانوني فهذه مهمه سيد امير محفوظ استاذ العلوم استاذ القانون الدستوري والسيد العميد صادق بالعيد والعميد صالح بن عيسى كذلك. يعني هذوما اللي مخولين لهم انهم يبوبوها ويهيكلوها في قدمتوا ملامحكم، قدمتوا تصوراتكم على اهم النقاط، والا ما زالت المهله؟
بالنسبة لي أنا كحاضر كشخصية سياسية، أنا قدمت لعميد المحامين يوم 25 جويلية جملة من المقترحات ومن التصورات على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي وحتى على مستوى الفلاحة، على مستوى الصناعة، على مستوى التربية والتعليم، على مستوى الثقافة، على مستوى الشباب، على مستوى الرياضة. يعني بحكم أني جلست مع بعض الخبراء يعني شخصنا شنو يلزم يكون وبوبناها في عدة أبواب وتقدمت بها إلى السيد عميد المحامين. يعني أيضا اليوم سأتقدم إلى سيد إبراهيم بودربيلة بجملة من التصورات وجملة من الاقتراحات والتي ستكون في شكل 500 نقطة سيتم مناقشتها أو طرحها على جميع الأصعدة وعلى جميع المجالات. يعني عدنا المجال الاقتصادي والمجال التنموي، مجال الاستثمار مش نحكيه فيه، نحكيه على الطاقة والمناجم. وهذا تقدمتوه كحزب البعث أو كناشط سياسي وكعضو حزبي فقط. كصهيب المزريكي. موقف حزبك شنو؟ موقف حزبي هو أكيد يعني باش يكون داعم للحوار ومتواجد في الحوار. حركة البعث يعني متواجدة في الحوار الوطني. علاش أنت تقدم كصهيب مزريقي ومش كقيادي في حزب البعث ككل؟ لأنه شنو اللي يختلف تصوراتك على تصورات الحزب؟ مش تختلف، ماهيش تختلف. يعني الحركة تمثل في شخصها القانوني اللي هو الأمين العام. مانيش أنا الأمين العام اللي باش نكون متواجد. فأنا تقدمت بحكم أنه شاب، أولا قبل ما أكون حزبي وقبل ما أكون كذا، أنا شاب، أنا مواطن، أنا تونسي. تداعيت في 25 جويلية وكنت من الذين ساهموا في لحظة 25 جويلية على مدة 10 سنوات من النضال المتراكم من أجل إسقاط منظومة الفشل ومنظومة الفساد والإرهاب والمديونية ومنظومة الكناترية ومنظومة الناس اللي تستقوى بالقوى الأجنبية على تونس واللي جابتها الاستراتيجية الكونية الممنهجة على تونس من أجل ضربها والمس من سلامتها ووحدتها، وأيضا زرع ثقافة جديدة احنا ما كناش نعرفوها منذ بناء الدولة وتحديث المجتمع اللي هي السلفية واللي هي الفكر الإخواني والفكر الإقصائي والفكر اللي يذكر سي راشد الغنوشي بشبابه والفكر اللي الناس اللي كانت تتمارس في الإرهاب في جبولات كان يقول عليهم إنهم ينحيوا في الكوليسترول. الفكر اللي ناس لا تؤمن بمنطق الدولة ولا تؤمن بمنطق المدنية ويقول لهم راشد الغنوشي أصبروا أصبروا فإنه الجيش والشرطة ما همش مضمونين بيد العلمانيين بيد الناس اللي في نظرهم هم اللي هم كفار. يعني احنا اليوم تداعينا من اجل القطع والقطيعة مع هذه الاستراتيجية الممنهجة على تونس من اجل ضربها. واليوم تصوراتكم اللي قدمتوها وقتش تعرفوا معناها باش تعرفوا النتائج ولا باش تقعد الناس كل تقدم تصوراتها؟ انتم نفسكم اللي ريناكم في الجلسة الاولى في نهار الحوار باش تكونوا موجودين في الحوار الثاني ام لا؟ هو يعني سيد العميد يعني قال إنه الحضور بصفة عامة معنيين بأن يقدموا ورقة فيها رؤيتهم وتصوراتهم ومقترحاتهم لهذه اللجنة الاستشارية وسيتم مناقشتها في الجلسة المقبلة في يوم السبت المقبل. معكم أو مع شخصيات ودعوات جديدة ربما؟ هذه توكل إلى رئيس اللجنة الاستشارية اللي هو سيد العميد إبراهيم بودربيلة. بالتالي التداول في مقترحاتكم اللي قدمتوها كيفاش باش يكون ووقته باش يكون؟ يعني التداول سيكون في الجلسات، لأنه الأسبوع هذا السبت هذا باش يكون فما جلسة، السبت من بعده زادة ستكون هنالك جلسة من أجل الصياغة ومن أجل التوافق على هذه المقترحات. يعني وقتاش نجمو نعرفوها وقتاش ما نجموش نعرفوها؟ أسكو باش نمشيو فيها ما نمشيوش باش نمشيو فيها؟ احنا والمشروع الدستور أو مسودة الدستور التي ستصدر يوم 30 جوان، هل سنرى أنفسنا في هذه المسودة التي نحن داعينا وتداعينا وقدمنا مقترحاتنا من أجل أن نخرج وأن نخرج البلاد من هذه الأزمة، أم أننا لا نجد ذلك؟ وأدعو أيضا رئيس الجمهورية، وأنا كنت نسمع في السيد شفتر منذ قليل أنه سيد رئيس الجمهورية بين لنا، يخرج لنا في خطاب، يخرج لنا في تصريح صحفي، يبين لنا يعني الكلام اللي كنا نسمعه فيه احنا توا، لانه كلام خطير، لانه كلام يبشر بإعادة الدولة البوليسية لتونس، لانه كلام اللي كنا نسمعه فيه مع بعضنا. يعني اللي شنو اللي حسيت فيه او خليك توصفه بالكلام الخطير اللي هو لو نرجع لتصريحات احمد شفتر توا، يعني باش نلقاو انه يؤسس الى دولة الرجل الواحد، الى دولة
أنا وبعدي الطوفان منطق الرئيس ماذن فيما هو فيه ولا يهمه في الآخرين، منطق أنه الأحزاب هذه والمجتمع المدني وكذا. هو ما عممش، ما قالش الأحزاب ككل، قال الأحزاب حتى المعارضة، حتى المعارضة الوطنية. لما نتكلم عن المعارضة الوطنية يعني المعارضة التي لم تستقوي بالأجنبي، المعارضة التي لم تنخرط في مشاريع أجنبية ولم تنفذ أجندات في تونس، راهي هي جوهر العملية السياسية، لا تختلف عن الأحزاب المساندة. وقال لن يستثني أحدا من الحرب الأحزاب على الفساد، وراي حتى الأحزاب الكلمة اللي حسيتها خطيرة ربما. لا أنا مع المحاربة الفساد، أنا مع في الجملة هذه ما استثنيش، وقال الرئيس لن يستثني أحد. بطبيعة الحال ما في علاقة بالأحزاب، قال مش الأحزاب الكل ديجا وقف ووضح هو وواصل، قال الأحزاب اللي مرتهنة واللي يكتبوا بالإنجليزية باش يوصلوا صوتهم للخارج. أنا شنية قلت؟ قلت أنه أولا وقت لي أحمد شفتر يتكلم على ناس يقول لك أربعة من الناس يمشيوا قدام سفارة وقدام ليزي والناس يمشيوا قدام كذا والناس يعتصموا قدام كذا، أولا راهو الاعتصام والإضراب الواحد راهو هذا كله حق دستوري وحق كوني قبل ما نتكلموا حتى على الدستور، وانه راهو الاربعه من الناس هذوكم والعشرين من الناس هذوكم شعب، هذوكم جزء من الشعب، ويعني اليوم فما مغالطه كبيره نسمعوا فيها انه الشعب اراد، الشعب اراد، الشعب متشعب، عن اي شعب يمكننا ان نتكلم اليوم؟ الشعب التونسي من جوش كون الشعب عنده الشعب كلها إرادة واحدة وتوجه أكيد واحد. أكيد أكيد الحاجة الوحيدة يعني اللي فيها يعني ما فهموا حتى إجماع حد بارول على الشعب، المقدرة والقدرة الشرائية للناس كل تحب عرفها هي واللوكس وينجموا ياخذ اش يحب ويش يحب. هذاك توجه اجتماعي، هذاك توجه اجتماعي مع السياسة ما تلقاش الناس حتى في نفس العائلة، ما تصورش انت وعائلتك كلكم في حزب البعث مثلا. لا هذاك توجه اجتماعي نتكلموا فيه، اما احنا تو وقت نحكي لك على الاعتصام وعلى الاضرابات وعلى المسيرات وعلى كذا، هذا كلام خطير. يعني وقت يقول لك ما عادش فما اعتصامات وما نحبوش ناس تعتصم، على السيد الرئيس انه يخرج اليوم يتكلم، لانه حتى يا زينة لو تلاحظ انت في الفيسبوك الناس اللي تتكلم مع رئيس الجمهورية واللي تدافع بطريقة يعني دغمائية وبطريقة يعني بدائية بيتمون تدافع مع الرئيس وتكون اجريسيف هكا وكذا، واحد يعني راهو شيء خطير هذا في غياب ناطق رسمي، في غياب ناطق رسمي لرئيس الجمهوريه. يعني اليوم وقت. يعني اليوم احنا حتى الناس كسندنا 25 جويلية وكناس يعني بليتو مقول سندنا 25 جويلية، نرجع لك اللي احنا هم اللي صنعنا 25 جويلية، رئيس الجمهوريه كان اداتها التنفيذيه 25 جويلية. يعني اليوم نحن زاد نتحسبوا على الناس هذيك، يقول لك انتم جماعه الرئيس جماعه لي فولغير اللي تتكلموا في الوصف مش حلو في مش حلو إذاعة صهيب، ولكن الناس الكل هذاك يقولك عنده ذباب الأزرق والآخر ذباب القزواردي وهذاك الروز، الناس احنا كلها قاعدة تتكلم معهم والفيسبوك توال الناس كل هذيك المشكل، كل مثقف يعني شوية، كل مثقف يعني نص الباس، كل يعني مثقف برشا، كلها محليهم في التدوينات سيهد. معناها شنو اللي قلقك في الفيسبوك؟ شنو اللي قلقني؟ انه الاجريسيفيتي اللي موجود اللي ذكرني ياسر بالاجريسيفيتي. هاي نرجعوا لعمار 404؟ لا مش نرجعوا لعمار، نحيوا الفيسبوك مش هكاك. تو فما رئيس جمهوري باش ينجم يفوت في الفيسبوك. خليني نجاوبك. الاجريسيفيتي هذه ذكرتني بالاجريسيفيتي نتاع السلفيين، ذكرتني بالعنف نتاع جماعه حركه النهضه في اوجهم، اللي زاد ذكرني بجماعه المرزوقي في اوجهم، اللي ذكرني زاد بجماعه يوسف الشريعه أنصار الشريعة اللي هم السلفيين وكذا. وحتى أول كلامي على أنه يعني أنا نقول أنه أنصار الرئيس هم السلفيين، لا ما قلتش الكلام هذا وما قلتش الكلام هذا. أما على رئيس الجمهورية اليوم أنه يخرج يتكلم أو تكون هنالك ناطق رسمي باسم رئيس الجمهورية، من المفروض يلزم رئيس الجمهورية يبين، وأيضا أدعو رئيس الجمهورية أنه يبين لنا مشروعه، أسكو يعني هو المشروع اللي كان يحكي لي هكا وشركي فيه الحوار شنيه؟ لا مشروعه نحن توا عطينا الدستور باش يكون فيه خلينا المشروع خلينا هذا ولا لا؟ خليني نكمل لك. المشروع هذا انا باش نصيغه مع رئيس الجمهوريه، وانا باش اكون حاضر في اللجان هذه، اما انا نحكي لك على المشروع السياسي نتاع القاعدي ومش عارف شنو والغاء الاحزاب. يا اخي انا نشوفوا فيهم احنا توا الناس اللي تتكلم في الفيسبوك، يعني ناس تقول لك الغي الاحزاب والغي وحل الاحزاب الكل وكذا والتوجه الى لا 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 مش هذا.
احنا كيما نتكلم نقولوا انه لا ديمقراطيه حقيقيه بدون قضاء مستقل، نقولوا ايضا انه لا ديمقراطيه فعليه بدون ديمقراطيه اجتماعيه. يعني شنو نعمل انا بالاحزاب هذه الموجوده اذا كان الاحزاب ما تشاركش في بناء رؤيه اقتصاديه وحقيقيه من اجل انها تشبع التونسي؟ لانه الصراع اليوم رو صراع الايديولوجي بقى فقط عند النخبه وبقى فقط عند السياسيين. الشعب التونسي راه صراعه وين؟ صراعه في 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 لقمه العيش على الواقع، في الترونسبور، في الترونسبور، في التعليم، في الصحه. وقت اللي المواطن يمشي باش يمشي للطبيب ولا باش يمشي للسبيتار ما يلقاش سكانير، ما يلقاش يرام، ما يلقاش مش عارف شنيه، ما يلقاش دواء، ما يلقاش دواء تاع الامراض المزمنه تاع الدم والسكر وكذا وما عارف شنيه. هذه هذا هو جوهر الصراع. تطالب بالمحاسبه، من جهه اخرى تقول ما يمكنش اليوم نلغيو الجميع، فما الناس وجهت لهم الدعوة. ولكن جميع شنو معناها زينة الساعة؟ خلينا نفهمه. أنا من ضمن، أنا من منذ 25 جويلية ويعني وتصريحاتي موجودة وكل شيء موجود. احنا قلنا أن الحوار الوطني بات ضرورة منذ العشر أيام الأولى متاع لحظة 25 جويلية، لكن من الأحزاب التي ستحضر؟ هاو احنا السؤال هذا، السؤال الماهية هذا أو سؤال الوجودي احنا طرحناه. فقلنا انه ثلاثة اصناف من الاحزاب السياسية ما يلزمهاش تحضر في الحوار الوطني. من تلوثت يده، خليني نكمل، من تلوثت يده بسرقة مال الشعب التونسي، ومن تلطخت يده بالاغتيالات السياسية واغتيالات شهدائنا من ابناء المؤسستين العسكرية والامنية، ومن استقوى على تونس بالاجنبي، هذوما الثلاثة يجب اقصائهم من الحوار الوطني ومن تشريكهم في بناء جمهورية جديدة. باهي، بقية الأحزاب الأخرين فمش كنت وجهت له دعوة مثلا أيه؟ ورفض. هل هذا تنجم تقول من المفروض، خاطر انت لمت قلت من المفروض الأحزاب يبنيوا المستقبل سينو واش نعملوا بها أيه؟ كي هو رفض يشارك في الحوار ينطبق عليه الكلمة ذي، ولا تقول راو عنده وجهة أخرى أو يدعم موقف اتحاد الشغل؟ كل الاتحاد ما يحضرش أنا ما نشاركش. هو لكل رؤيته، لكل البوصلة متاعو. احنا مثلا اخترنا انه نكونوا في الحوار الوطني باش نكونوا شركاء في بناء الدولة. احنا شعرنا انه اليوم اللحظة اللي نعيشوا فيها منذ 25 جويلية هي لحظة تاريخية، رغم الضغوطات الخارجية ورغم استقواء بعض الأطياف السياسية بالأجنبي، ورغم استدعاء الحزب الحر الدستوري للجنة البندقية في مراسلتهم الأخيرة لهم، ورغم انه الدستوري الحر ما كانش مشارك في الثلاثة اللي سميته. أنا قلت لك أنت رفعت الفيتو على ثلاثة أنواع من الأحزاب. إيه، من ضمنهم اللي استقوى بالأجنبي. دستوري الحر يستقوى بالأجنبي، يجيب على خاطر يقعد مع السفارات، يعني عبير موسي دستوري الحر وقت اللي يمشي باش يقابل السفارة يعلم الخارجية. خليني نكمل، عكس أحزاب خليني نكلمك، خليني نكلمك. يعني 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 مراسلة لجنة البندقية من أجل التدخل في تونس، هذا ما هوش تدخل في الشأن السياسي التونسي؟ هذا ما هوش استقواء؟ هذا ما هوش استقواء؟ موقفك سهيب، هو موقفي ويلزمني، وانا اقول وانا اقول انه استقوى الشعب. الشعب كي نشوفوا نتائج صبر الارى ولا وقت الحزب الدستوري الحر على ارض الواقع، خليني تشوف عنده عبيد. خليني من صبر الارى، خليني من صبر الارى وخليني من كذا. حتى النهضه كانت عندها جيش جرار من الناس اللي تبع فيها. السلفيين في فتره زمنيه معينه كانوا كادوا انهم يغزوا تونس لولا سواعد شرفاء البلاد ووقوفها وقوف الطيارات الوطنيه في الوسط اللي تصدى ايضا، والمواطن التونسي وجيشنا وامننا اللي تصدوا للهجمة هذيك، وملحمة 7 مارس تاع بن قردين اللي تأصل وتأرخ اللحظة هذيك. يعني المسألة ما تتقاسش بأنصار، المسألة ما تتقاسش بناس ماشي يتنخب، المسألة ما تتقاسش بشنية عندي في حزبي شنية عندك في حزبك، لا، المسألة تتقاس بالوطنية أولا كمعيار أول وكمعيار أساسي، ثم تتقاس بالمشاريع اللي تحملها. أنا اليوم وقت دخلت في مسار 25 جويلية، يعني البعث وقت انخرطت في مسار 25 جويلية لم ينخرط رو من أجل والي وإلا معتمد ولا عين لوزير ولا كذا، لا، احنا أصحاب مشاريع. احنا تلاقينا مع رئيس الجمهورية في بعض النقاط، تلاقينا في المحاسبة اللي احنا ندعيه للمحاسبة، دعينا تلاقينا مع رئيس الجمهورية في مسألة سيادية اللي هي استقلال تونس، استقلال قرارنا الوطني، تلاقينا مع رئيس الجمهورية حتى في القضايا القومية، في القضية الفلسطينية، هيبة الدولة وغير، وهيبة الدولة وإرجاحها. يعني هذا شنو تلاقينا معه. بالنسبة نرجع لك العبير موسي، عبير موسي يعني استنجدت، وهي في حد ذاتها في صفحتها منزلة أنها قد راسل الحزب الحر الدستوري لجنة البندقية هذه.
لجنة البندقية أنا هذه، وإلا أي سفارة موجودة وإلا أي واحد يا أخي باش تجي اليوم تحكم في بلاستي. هل يحق للقوى الغربية هذه دستوريا وكونيا وسياديا، سيادتنا الداخلية وسيادتنا الخارجية، هل عندهم الحق أنهم يدخلوا فينا؟ هذا تناقشتوا فيه في الحوار الوطني، طرح الكلام هذا والمواضيع هذه، مش تطرح الكلام هذا، وأنا طرحته المسألة هذه، طرحتها لما عرجت على كتاب على الدستور تاع 2014، قلت أنه دستور كان ضامنا لصراع الصلاحيات. مش باش يتم الاستئناس به دستور 2014 أو دستوري 2014 و59. هذه في المسألة هذه في اللجنة القانونية، هذه في اللجنة القانونية ستناقش. واضح، شكرا جزيلا على حضوركم معنا القيادي في حزب البعث صهيب مزيركي، وشكرا لكم أنتم.